والله ما عيب انه الانسان يتعلم من اصغر منه، وما عيب الانسان يتعلم من انسان يمكن ما معه لا شهادات ولا معه شيء، وانت معك شهادات عالية. لا لا بالعكس، العيب انه اتكبر، العيب اني اتكبر على الناس، والعيب اني اتكبر على العلم. ربنا قال له لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالها لنا جميعا، وقل رب زدني علما، يا رب زدنا علما ينفعنا. والحكمة كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. وقت بتشوف الحكمة لو عند أولاد صغار تعلمها استفيد منها. أي والله يا أحبابنا هيك حال المؤمن، حال المؤمن يمشي في هذه الدنيا متعلما. كن عالما أو متعلما أو محبا، ولا تكوني الرابعة فتهلك. الله يجعلنا محبين ومتعلمين ويلحقنا بالعلماء العاملين الصالحين يا رب العالمين.